هذه أصول الدين خمسة، هذه ما فيها تقليد، سامحين ولا ما سامحين؟ منبر الإمام الحسين من أصول الدين ولا من فروع الدين؟ تقدر تجاوبني؟ ما أسمع. الله أكبر، إلهي يحفظكم بحرمة الزهرة. قلتم من أصول الدين صحيح؟ هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. عظيم، عظيم جدا، العالم كله يسمعكم ويشوف هذه الوجوه والنفوس وهذه المعرفة عندكم. إذن منبر الحسين من أصول الدين لأنه للحسين وليس من فروع الدين أبدا. منبر الحسين وزيارة الحسين والذهاب إلى كربلاء وكربلاء وكل ما يتعلق بسيد شباب أهل الجنة هو من أصول الدين يا أحبتي.